ان انت كنت حاسس ان هو في مستوى كابتن مصطفى رياض في الجيل بتاعك او في الزمن بتاعك من الانديه الاخرى اللي موجوده في الكره المصريه؟ والله يعني مش افتكرش يعني كتير يعني مش شايف حد من الحته دي خالص. لا الجيل اللي بعدي والجيل اللي بعده اللي انت شايفه انت دي انت اللي شايفه انت بتختار بتتفرج انت لعيب كره كنت لعيب كره على مستوى عالي جدا. هو شوف اقول لك على حاجه انا بحب محمود الخطيب نعم وعبد العزيز عبد الشافي بصراحه يعني الاثنين كان فيهم صفات الحلوه اللي انا كنت بعملها نعم ف مفيش مصطفى عبده كنت مفيش مصطفى عبده لا مصطفى عبده ده في حاجه ثانيه ده في وانا ايه لا لا انا بضحك وانا وينج رايت في المنتخب كنت فيك صفات ان انت بتلعبها ده انا كان بيشبهوني بالكابتن مصطفى رياض ما هقول لك بقى ليه كنت بتلعبها من ورا الباك وبتجريها وبتجري وكنت سرعتك هي اللي نفعك في الحته دي بتساعد الحته دي بتساعد دي وتلعبها بره بالعرض فدي كنت منتخب 100 100 وكانت انت انا يعني بصراحه يعني انا اللي انا شفته اللي انا شفته فيكو انتوا الثلاثه برضك يعني معلش انت السرعه بتاعتك نفعتك جدا طبعا ونفعتك جدا كانوا بيشبهوني بالكابتن مصطفى رياض حتى لما تغنت لي اغنيه يا مصطفى مصطفى كانت اغنيه الكابتن مصطفى رياض والله العظيم وعبد العزيز عبد الشافي لا ده مال الغرز الضيقه المكرم والمكر اللي فيها ومحمود الخطيب لا ما الخطيب بقى ولا حرج في كل حاجه في كل صفات اللعيبه اللعيب كويس مختار ومختار وكان طاهر الشيخ لا كنا وطاهر الشيخ يعني في انا معلش انا بس مين جمال عبد العظيم وجمال عبد العظيم ده كان داهيه برضك كان ناحيه الطرف بيبقى كان الاجيال دي يا كابتن فيها نجوم كان الكابتن حسن شحاته وكابتن فاروق جعفر وجعفر وحسن شحاته وطه بصري واتحاد اسكندريه كان الجارم والبابلي وشحته وكان نجوم في كل نادي كانوا نجوم كلهم كويسين دي حقيقه دي حقيقه ولغايه دلوقتي الناس بتجيب سيرتهم ما هي ده لانه سابوا بصمه في الملاعب بصمات ممتازه